يحمل أقوى وأعتى الهجن التي شاركت في التحدي والتنافس حتى وصلنا إلى ختام هذه اللحظات، حيث الرموز التي تعلن الانطلاق والتحدي. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول أشواط الختام في هذه التحديات، في هذه الانطلاقات، في هذا المساء، مساء الكبار، مساء التحدي والتنافس في يوم الرموز المشهود من خلال هذه الانطلاقة الأولى التي تحمل زمول الإنتاج في هذا التحدي لمسافة 8 كيلومترات، وعلى قمة البداية التي ستسير دائما في انطلاقاتها وفي تحدياتها دائما. 1.5 مليون درهم هنا تتواجد كجائزة للمركز الأول، بينما هناك التحدي يحمل كل الإثارة في هذه الشعارات المتميزة. نرحب بكل الحضور الكريم، نرحب بمشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج، قنوات ياس الفضائية، قنوات الكاس الرياضية التي تتابع هذا التحدي لقمته. مرحبا في قمة القمم في هذا التحدي، في هذا المساء الجميل، مع هذا الختام الرائع الذي يطالعه ويتابعه كل المحبين لعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. على بركة الله انطلق الكل سائرا أيضا من خلال هذه الأسماء، يحمل هذه هنا الانطلاق من خلال هذه اللحظات التي بدأت في هذه اللحظة، الترحيب من خلال هذه اللحظة وبداية أول التحديات بحضوري ومتابعة سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم المتابع لهذه الانطلاقة المسائية في هذه اللحظات، ليكون هنا راعيا للختام، ختام هذا المميز. وهناك أيضا التحدي، الترحيب موصول بسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم لمتابعة الانطلاقات، لمتابعة التحديات، لمتابعة المنافسة على أرضية هذا الميدان. أسير بالمقدمة أتابع الصدارة، أسير إلى صوغان خليفة بن سعيد بن غفان اليابري الذي يقود قمة البداية الأولى في هذه اللحظة، بينما على المركز الثاني انطلاقنا إلى المركز الثاني ومياس محمد بن دنان بن فالح الشامسي على المركز الثالث. الانطلاق يحمل منذر سهيل سيب سهيل بن خيرات العامري، وعلى المركز الرابع الرهاوي يأتي على المركز الرابع في هذه اللحظات، علي بن حليس بن سعيد العفاري، وفي المركز الخامس هنا اندفاعة ملفت حمدان بن راشد بن محمد بن دحروي العامري. هذه أسماؤنا الخمسة التي تحمل التحدي والإثارة في أول نداء لهذا اليوم، يوم الرموز، من خلال الانطلاقات، من خلال التحديات، من خلال هذا المسار واندفاعه. ما شاء الله، زمول الإنتاج هنا، بنوك المستقبل التي تحمل هذه النوعية المميزة تؤكد دائما الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة لدى عشاقها ومتابعيها دائما من كل مكان في أرض الخليج. إلى المقدمة والمركز الأول، إلى صوغان خليفة بن سعيد بن غفان اليابري يقود هذا الانطلاق، يقود هذه القمة الأولى، يقود هذا الاندفاع المبكر على أرضية هذا الميدان. يسير من خلال التحدي، من خلال التنافس مباشرة إلى انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الثاني مباشرة إلى مياس محمد بن دنان بن فالح الشامسي، وهناك المركز الثالث منذر، المركز الثالث سيب سيل بن خيرات العامري، ما شاء الله الرهاوي، المركز الرابع علي بن حليس بن سعيد العفاري في قمته، في تحدياته، في انطلاقاته، أحد الأسماء المشهود لها بالتحديات والانطلاق. هنا المركز الخامس مشغل وصل، هادي بن عامر بن هادي بن حويرب
المنصوري من خلال المشاركة والتحديات. ما شاء الله أول 3 كيلومترات لا أزال أطالع أيضا بعض الشعارات التي ننتظرها التي تعرف دائما التنافس والتي يضع عليها المرشحون قمة ترشيحاتهم دائما من خلال المنافسات والتحديات. فانتظروا القادم في هذا الشوط الأول شوط الافتتاح. صوغان هو اللي على الصدارة، هو اللي على المقدمة. خليفة بن سعيد بن غافان اليابري الذي ينطلق من هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله في هذا الأداء المميز في هذه اللحظات المميزة وفي هذه الانطلاقة التي تأتي دائما في أول انطلاقاتنا. المركز الثاني تدخل قادم الرهاوي على المركز الثاني علي بن حليس العفاري في هذه الانطلاقة مع الرهاوي. المركز الثالث مياس في المركز الثالث الذي يندفع في هذه اللحظة ويحمل دائما، ولكن التغيير إلى وبران سعادة أحمد بن سلطان الحلامي الذي يعلن الاندفاع المبكر. بدأت النجمة الزرقاء في فرض الهجوم في فرض التحديات. المركز الرابع إلى مياس محمد بن دنان بالفالح الشامسي. يا سلام يا سلام، هناك وتابع اسم جديد ينضم إلى القائمة في هذه اللحظة وهو ورد محمد بن راشد باسم المنصوري. يا سلام خماسية، ولكن دخول أيضا قادم من خلال الاندفاع الوري. سالم بن حمد بن القرين العامري ينضم ايضا الى خماسية المقدمة، خماسية الاعلان، خماسية التحديات في هذه اللحظات الجميلة. سابع المقدمة واسير الى اقوى الاسماء التي بدأت على التحدي. علي بن حليس العفاري بو منصور في قمة ادائه وانطلاقاته مع الرهاوي، احد الاسماء المرشحة القوية. الوري وصل في المركز الثاني. سالم بن حمد بن القرين العامري، وهناك على المركز الثالث سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يأتينا مع وبران في هذا الأداء الجميل في هذه الانطلاقة المميزة. المركز الرابع أعود إلى صوغان، ولكن في هذه اللحظة تقدم من مشغل عامر بن هادي بن حويرب المنصوري. أربعة ما شاء الله، أربعة يطالعون التحدي على المقدمة. والمركز الخامس نعود مع مياس في خامس المراكز، محمد بن دنان بن فالح الشامسي في هذا الأداء. الخنجر إلى أين؟ الخنجر إلى أين في هذه الانطلاقة؟ من يراقب هنا؟ فقط يراقب وينتظر لحظات الاشتراك القادمة في هذه التحديات. 3 كيلومترات بوابة الانتصارات. هنا ما شاء الله كيلو الغابات، لا زال على المقدمة، لا زال على الصدارة. الرهاوي ومنصور ركز، أحد الأسماء المرشحة دائما في كل المنافسات. علي بن حليس الاندفاع الذي يأتي أيضا من خلال هذه اللحظة. ما شاء الله هو الوصيف، ولكن ينظر أيضا إلى انطلاقة قمة هذا الشوط، إلى تفوق في هذا المساء وفي هذه اللحظة. هنا المركز الثاني، أعود إلى الوري في المركز الثاني. سالم بن حمد بن القرين العامري، يا سلام أبو حمد، دائما الكل يعرف الأسماء التي ترشح، ولكن مشغل بدأ يحرك عامر بن هادي بن حويرب المنصوري إلى المركز الثالث. أشوف القادم، بدأ الهجوم، ورد المستحيل وصل محمد بن راشد بن سم المنصوري. هذا مستحيل المضمرين ينضموا هنا في هذه الانطلاقة إلى المركز الرابع في هذا الأداء في هذه اللحظة المميزة. والموقع وين يا أبو سلطان؟ إلى أين الموقع؟ 2 كيلو الباقية في هذا الأداء تأتينا من خلال اللوحة القادمة التي تسير في لحظات التفوق. المقدمة وردة ومشغل، مشغل يغير على المركز الأول في هذه اللحظات، يطير إلى الصدارة، يصير إلى الاندفاع
في هذه اللحظات عامر بن هادي بن حويرب المنصوري. يا سلام، بدت أسامي وصلت، بدت الانطلاق، الخط المستقيم يطير مع أول الرموز، الخنجر الخنجر الخنجر. المركز الثاني ورد محمد بن راشد بالسم المنصوري الذي يطير في هذا الأداء الجميل. ورد غير، ورد أهلا بالورد، وصل بن قنزول مع شعاره مع نجمته مكرم الدحب بن قنازل بن حمرور العامري. يا سلام، خطر 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 قادم مع هذه اللحظات. المركز الثالث، أعود مع المركز الثالث الوري سالم بن حمد بن قرين العامري. وفي المركز الرابع لا زال مشغل في المركز الرابع عامر بن هادي بن حويرب المنصوري. هناك المركز الخامس يعود مرة ثانية الرهاوي يسجل حضوره، علي بن حليس بن سعيد الإحفاري. ما شاء الله وتبارك الله. هنا هذه اللحظة نقترب من الإعلان يا متابعين، يا مشاركين، يا قادمين، يا هدان مميز تحمله التحديات في هذه اللحظات. هو مكرم 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 الدحب بن قنزول بن حمرور العامري مع هذه اللحظة الجميلة. إلى المنطقة وين؟ إلى التحدي، إلى الوقن. ما شاء الله إلى الوقن مباشرة بهذا الشعار، هو الذي يعرف دائما التحدي. المركز الثاني لا زال على المركز الثاني، وجود القادمون الوري سالم بن حمد بن قرين العامري والرهاوي. على المركز الثالث في هذه اللحظة علي بن حليس بن سعيد الإعفاري من خلال الاندفاع. وصل هنا غرياف، غرياف قادم، غرياف قادم مع المتحدي أسعيد بن منان بن غدير الاشتبي. ما شاء الله بكامل الاندفاع قادم غرياف في هذه اللحظات. ولكن بن قنزول، بن قنزول مع مكرم، مكرم 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 بيسويها مكرم هنا من خلال هذه اللحظات. وغرياف يفرض الهجوم، يفرض الضغط، غرياف غرياف مع هذه اللحظات. سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الاول والثاني، الاول الذي يحمل مكرم، مكرم وغرياف، مكرم وغرياف في مسار ما شاء الله. يبى التكريم، اسمه على مسمى، اسما على مسمى، يبى التكريم في هذه اللحظات. بن قنزول سلام، تحية وسلام. المصانع دائما وخاصة الانتاج يسجلون، يحضرون، يأتون دائما بالأغلى والأقوى في هذه المنافسات وفي هذه التحديات. تهانينا والناموس إلى الدحبة بن قنازل العامري في هذا الأداء الجميل. سلام مصانع جنوب، سلام. المركز الثاني غرياف سعيد بن منان بن غدير الاجتبي. المركز الثالث هو حبوب علي بن راشد مفتاح الشامسي. والمركز الرابع كان الرهاوي علي بن حليس العفاري. والمركز الخامس كانت الانطلاقة لوجود الأدهم حمد بن هزيم بن محمد المسافري. ما شاء الله ما شاء الله، رشحوا الخبراء بالأمس، رشحوا الخبراء بالأمس أيضا في هذه اللحظة. دكتور سعيد بالشرجي سلامي عليك. يا سلام، منافسة على الترشيحات والتحديات والانطلاقات دائما من خلال أهل الهجن ومجلسهم المميز لهذه الانطلاقات. هنا 12:34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس أيضا للدحبة بن قنزول بن حمرور العامري على فوز مكرم بالمركز الأول. المركز الثاني غرياف وصل في المركز الثاني، ما قصر ما قصر ما قصر ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والناموس سعيد بن منانه بن غدير الاجتبي على هذه اللحظات. 12:35 ثانية وأيضا 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث فكان حبوب على ثالث المراكز، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، وإذا 12:36 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. شكرا للزميل عبد الرحمن أحمد أمين. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير حيث نصل بكم إلى